ب4 أشهر حبسا تهمتهم عدم التبليغ. من أمام محكمة الاستئناف بطنجة ينضم إلينا مراسل القناة صديق بن زينة. تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لأسبوع إضافي، ومطاعم الدار البيضاء فتحت أبوابها اليوم بشروط في وجه الزبناء بعد إغلاق لثلاثة أسابيع. ضيف الظهيرة وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح ينضم إلينا من الرباط. سؤالنا حول مشروع المخطط المعدني، وروبورتاج الظهيرة من رأس العصفور نواحي جرادة النموذج هيكلة مناجم الرصاصة. وضمن ملفات الظهيرة البنايات الآيلة للسقوط، ما وقع الأسبوع الماضي في الحي المحمدي يضع الأصبع مجددا حول إشكالية المنازل المأهولة رغم هشاشة الأساس وقدم البنيان. سؤال المسؤولية في كلمة القانون مع عبد الفتاح مؤمن بعد لحظات. أهلا بكم. حكمت المحكمة بإعدام قاتل الطفل عدنان بعد أزيد من 9 ساعات من المرافعات. صدر الحكم في استئنافية طنجة في الساعات الأولى من فجر اليوم، وهيئة المحكمة أصدرت الحكم بالإعدام في حق المتهم الرئيسي في قضية الطفل عدنان القتل العمد في حق الطفل القاصر عدنان، كما أدانت 3 متهمين آخرين كانوا يقطنون مع المتهم الرئيسي بنفس المنزل مسرح الجريمة. أدانتهم هيئة المحكمة باستئنافية طنجة ب4 أشهر حبسا نافذا بتهمة عدم التبليغ عن الجناية. ومباشرة من أمام محكمة الاستئناف بطنجة ينضم إلينا مراسل القناة صديق بن زينة. أهلا بك صديق. إذا لا حديث في طنجة ولا حديث في المغرب صباح اليوم إلا عن الحكم الذي صدر في حق قاتل الطفل عدنان، القضية التي أفجعتنا جميعا اليوم وللعدالة في هذه القضية. فعلا سناء، داخل هذه المحكمة محكمة الاستئناف بطنجة وفي الساعات الأولى من صباح اليوم وبالضبط في الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أمس، قضت هيئة المحكمة بالإعدام في حق المتهم الرئيسي بقتل الطفل عدنان بتهمة الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاغتصاب وتشويه جثة وإخفائها، فيما قضت غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة ب4 أشهر نافذة في حق 3 يقتسمون السكن مع المتهم الرئيسي بتهمة عدم التبليغ عن جريمة. مصادر سناء حضرت أطوار هذه المحاكمة تحدثت عن لحظات عصيبة عاشها كل من حضر أطوار هذه المحاكمة، خصوصا بعد مرافعة دفاع الضحية حيث سقط المتهم الرئيسي مغمى عليه لترفع الجلسة حوالي ساعة وتستأنف بعد ذلك. وكان المتهم الرئيسي قد نفى تفصيلا كل ما جاء بمحاضر الضابطة القضائية، لكن هيئة القضاء اقتنعت بكل الحجج والدلائل بأن المتهم الرئيسي هو القاتل الحقيقي للطفل عدنان، وبالتالي أصدرت حكما بالإعدام في حق المتهم الرئيسي سناء. إذن حكمت المحكمة إذن بإعدام قاتل الطفل عدنان. تابعت صديق الملف منذ بدايته بتفاصيله الصغيرة والدقيقة. نتذكر جميعا في 11 شتنبر الماضي ألقي القبض على المتهم الرئيسي في قضية أراها قضية كل المغاربة صديق. صحيح سناء، الحكم بالإعدام في حق المتهم الرئيسي بقتل الطفل عدنان تعود بنا إلى بداية شهر شتنبر، حيث اهتز الرأي العام الوطني والمحلي على وقع هذه الجريمة الشنعاء. وابتداء من نشر الصور حول اختفاء الطفل عدنان، وكذلك حين توصلت النيابة العامة
في 7 من شهر شتنبر الماضي من السنة الماضية ببلاغ حول اختفاء الطفل عدنان. تحركت المصالح الأمنية من أجل الكشف عن ملابسة هذا الاختفاء، وكانت الصدمة بأن الأمر يتعلق بجريمة شنعة، اغتصاب وقتل وتمثيل بالجثة وإخفائها. الرأي العام كان يطالب بأن يتعجل البحث بالكشف عن المتهم، وفعلا تمكنت المصالح الأمنية واعتمادا على مصالح، على معلومات دقيقة، واستغلالا كذلك لوسائل تكنولوجية متطورة، حيث ظهر المتهم في شريط فيديو برفقة الضحية يستدرجه إلى منزل يكتريه رفقة آخرين. وبعد تعميق البحث تمكنت مصالح الأمنية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي لتطوى هذه الصفحة، صفحة هذه الجريمة، بعد إصدار حكم بالإعدام حضوريا بحضور المتهم الذي سناء أعود إلى الجلسة المحاكمة طالب بأن يحاكم حضوريا في الوقت الذي تعمل فيه مصالح وزارة العدالة وكذلك وزارة العدل وكذلك في المحاكم بالمملكة بالحكم أو المحاكمات عن بعد، لكن المتهم طالب بأن تكون المحاكمة حضوريا، الشيء الذي كان واقتنعت هيئة الحكم وأصدرت الحكم بالإعدام في حق المتهم الذي كان وراء جريمة شنعاء اهتز لها الرأي الوطني بصفة عامة. سناء، شكرا لك صديق بن زينة مراسل القناة الثانية، كنت معنا مباشرة من طنجة أمام محكمة الاستئناف. واللحظة في شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.